وناخد اول سؤال من السيد مو احمد من الاسماعيليه. استاذه مو احمد اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ فضل ونعمة الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك ويزيدنا من علمك يا رب. يا رب يا رب. الله يصلح حالك. والله انت حضرتك يعني بتتكلم كلام جميل قوي، يعني كلام يعني من صميم تعاليم الدين الاسلامي. يا رب. بصراحة انا مبسوطة منه كتير. احنا في الحياة بجتهد ان انا اسعد الاسرة عندي وبيتي واولادي وكده يعني، وحضرتك يعني اتكلمت في المضمون نفسه، يعني انت بتتكلم بالظبط ايه في خطة السعادة الزوجية. يا رب. ان المفروض كل الناس او كل المؤمنات تمشي بيها، والبيوت ان شاء الله تبقى كلها على خير. وانتوا عندكم انتوا عندكم البحر ممكن يبقى يتعمل عليه ذكريات كتيرة عندكم. بص حضرتك، هو يعني انا كانت والدتي الله يرحمها رحمه واسعه تقول الزوجه هي اللي بترش كده، كان لها تعبير تقول لك هي اللي بترش برفان السعاده. يا سلام. برفان السعاده في البيت ما شاء الله. حكيمه. تتحملي وتمتصي وتعتبري ان الزوج يعني واحد من اولادك. طب والله دي حكيمه. ده ام حكيمه. الله يسعدك وربنا يرحمها رحمة واسعة. آمين يعني يا رب العالمين. الشهر الجاي 5/11 هتكون يعني أول سنة ليها، يعني إن شاء الله تكون في النعيم المقيم وفي السعادة زي ما علمتك زي ما علمتك زي ما علمتك السعادة. إن شاء الله ربنا يكون ربنا بيسعدها دلوقتي. الله يخليك يا دكتور. قولي لي بقى سؤال حضرتك إيه؟ أنا سؤال حضرتك، يعني أنا أخويا كان متزوج وهو ليه بنتين. نعم. زوجته من غير اي اسباب اللي هي طليقته اللي فاتت اصرت على الطلاق. طيب. وهو حاول محاولات معاها واصرت على الطلاق. طيب. فهو طلقها. نعم. حرمته حضرتك من اولاده، راح حضرتك النادي عشان يشوف اولاده، بدات تجيب له بلطجيه. طيب. والله عشان ما يشوفش اولاده. طيب. هو لو راح ناحيه اهلها، انا بس بقول لحضرتك، هو لو راح ناحية أهلها ممكن حضرتك إحنا بنتفادى إن هو يحتك. هو مش قليل أدب ولا حاجة، والله هو راجل حتى التدخين ما بيدخنش، هو راجل من بيته لشغله. طيب. من شغله لبيته. السؤال فين هم بقى؟ هما دلوقتي مانعين عنه أولاده خالص، حتى والدتي الله يرحمها رحمة واسعة، وكانت من الناس الجميلة، مش عشان أمي بس، هي دي الحقيقة. طيب. الفضيلة اللي حتى سيدة كانت بتعملها سيدة أم أحمد معلش، واحنا بنعملها معاملة حسنة. سيدة أم أحمد دلوقتي هو دلوقتي حضرتك ما شافش اولاده. فين يا دكتور؟ فين السؤال بقى يا سيده محمد؟ السؤال، طيب مش هي حتى بعد ما تزوجت من راجل اخر، احنا ما مش الصله مقطوعه بينه وبين اولاده، ما بيدفعش غير حضرتك النفقه في المحكمه. الصله مقطوعه تماما بينه وبين اولاده. انا حضرتك انا طيب. بناشد حضرتك تكلمهم، لاني احنا تعبنا لدرجه امي كانت نفسها تشوف الاولاد، ما عرفناش نشوفهم. حاضر. انت متخيل حضرتك؟ ربنا يحفظك. انت متخيل البنتين صغيرين في ابتدائي، احنا مش ما بنشوفهمش. طيب انا اكلم حضرتك، انا اكلم حضرتك. انا امبارح كمان وانا كمان كنت في المسجد بعد الخطبه امبارح، يعني في حد من الناس العزاز عليا حكى لي حكايه مريره في مساله الرؤيه دي. انا اظن ان احنا ماشيين في إصلاح تشريعي يقدر يجمع ما بين مشكلات المرأة في مسألة النفقة ومشكلات الرجل في مسألة الرؤية. أنا أظن إن إحنا ماشيين في هذا الاتجاه. ليه طيب؟ لأن في الحقيقة يعني المعاناة اللي بيعانيها كتير من الرجالة بسبب تعنت السيدات، تعنت المطلقات مع أزواجهم في مسألة الرؤية، الأولاد خلينا أقول لكم حاجة، تعالوا نتفق إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعول. أنا أقول لكم مصطلح كده، الانتقام بالأولاد أحد الكبائر المعاصرة. الانتقام بالأولاد أحد الكبائر المعاصرة. أن تستخدم أولادك في الانتقام هذه كبيرة كبيرة، لأن إن اللي أنت بتعمله ده حرام عليك. ما تستخدمش الأولاد دول. الأولاد دول بعد كده، الأولاد كانوا زمان التعبير اللي يقولوا الناس، الأولاد دول عاملين زي الخضرة تدبل من أي حاجة. لما حد يستخدم الأولاد بهذه الطريقة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان احنا نغير الاحكام. اي امرأة بتمنع الاولاد من انه يشوفوا ابوهم ويحسوا بوجودهم في الحياة، وجوده في الحياة، ويحسوا ان هي طلقت الاب واخرجته من حياة اولادها، انا اسف يعني اذا كان الراجل ده لا بيأذي اولاده ولا هو مجرم ولا اي حاجة، لما بتعمل ده انا اقول لها اللي قاله حضرة النبي: ماذا املك لك اذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ هذا حد اترنزعت الرحمة من قلبه ان يخلي الاولاد ان هم، وخاصة لو كانوا بنات، ابوهم اللي يحسوا ان هو سندهم لما نمزقهم ونبعدهم عنه احنا كده فرحنا يعني؟ لا، احنا للأسف احنا دبحنا مش فرحنا. فاتقوا الله، اتقوا الله في اولادكم، اتقوا الله في الاخر خالص ستسألون، وهذا شكل من أشكال تضييع الأولاد. فاتقوا الله سبحانه وتعالى في أولادكم. يا رب، يا رب الناس تسمع، ويا رب الناس تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا ستي، يا أيتها السيدة الكريمة، هؤلاء الأولاد سيأتون شهداء عليك يوم القيامة إن أنت حرمتيهم من إن هم يشوفوا أبوهم ويحسوا بالأمان بإن لهم ظهر وسند. أنت مش هتحس باللي بيحس بيه أولادك، لكن للأسف ده اللي بيحصل.